اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. من ساحة سيدي سعيد عمران الدح نحيا وإياكم مع العالم الجليل فضيلة الدكتور أحمد البصيلي الأستاذ بجامعة الأزهر. البدع المحمودة أقرها رسول الله، أقرها صحابة سيدنا رسول الله. احنا ضربنا لذلك بعض الأمثلة، زي ايه؟ زي جمع القرآن في مصحف واحد، ما كانش موجود على أيام النبي اللهم صل عليه، والصحابة أقروه. زي التشكيل في المصحف، ما كانش موجود على أيام النبي ولا أيام صدر الإسلام كمان، يعني أيام صدر الصحابة ما كانش موجود التشكيل، وما كانش موجود النقط اللي هي النقط اللي على الحروف، ما كانش موجودة. وتقسيم القرآن إلى أرباع يمكن في 100 سنة الأولانية ما كانتش موجودة، تقسيم القرآن إلى أرباع كانتش موجودة. كل دي بدع، يعني لكن بدع إيه؟ محمودة. وإحنا قلنا في اللقاء الماضي إن أكثر من 140 عالم من علمائنا قسموا البدعة إلى إيه؟ بدعة محمودة وبدعة مذمومة، بدعة حسنة وبدعة سيئة، بدعة هدى وبدعة ضلال، كما وثقنا ذلك في اللقاء الماضي. حتى سيدنا عمر بن الخطاب لما جمع الناس على صلاة التراويح، على فكرة التراويح سيدنا النبي اللهم صل عليه ما صلاش غير مرة أو مرتين منفردا، وكان المسلمون يصلون بصلاة عليه الصلاة والسلام. وكما تروي السيدة عائشة كان رسول الله يدع الشيء يحبه مخافة أن يفرض على أمته عليه الصلاة والسلام، رحمة وشفقة منه عليه الصلاة والسلام بنا. كان يسيب العبادة وهو متلذذ بها، يحب أن يفعلها، متلذذ بها، كان يتركها مخافة أن تفهم الأمة أن تكراره عليه الصلاة والسلام لفعل هذه العبادة دليل على أنها إيه؟ على أنها واجبة. زي ما الأحناف كده اختلفوا مع الجمهور في صلاة الوتر، من كتر حضرة النبي ما بيوصي على صلاة الوتر، الأحناف عندهم صلاة الوتر واجبة، واجبة، وهم يفرقون بين الواجب والفرض بناء على هذه النظرية. فسيدنا عمر بن الخطاب على أيام النبي اللهم صل عليه ما كانوش بيصلوا صلاة التراويح، على أيام سيدنا أبو بكر ما كانوش بيصلوا صلاة التراويح، تخيلوا. فسيدنا عمر لما دخل المسجد لقاهم بيصلوا كده كعادتهم في شهر رمضان، متفرقين عزين، يعني مجموعات كده في المسجد، فقال لو جمعتهم على إمام واحد. مين الإمام الواحد ده بقى؟ قال هجمعهم على أبي، لأن حضرة النبي عليه الصلاة والسلام اداله إجازة من نوع خاص، قال أقرأكم أبي رضي الله عنه. وأبي ده كان جميل، ليه؟ قال لك ما في ناس كانت تزور النبي وفي ناس النبي يزورها، كانت في ناس تروح للنبي وفي ناس النبي يروح لها عليه الصلاة والسلام. من ضمن الناس اللي كان النبي يروح لها سيدنا أبي. مرة كده سيدنا أبي قاعد كده في أمانة الله في بيته، لقى الباب بيخبط، مين على الباب؟ قال له أنا حضرة النبي. قال له مرحبا يا رسول الله، قال إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. إيه ده؟ الشيخ بيقول للمريد ده أنا شفت في الرؤية امبارح إن أنا أصح عليك اللوح الله، مين الشيخ ومين التلميذ ومين لكن شوف المريد لما يبقى مراد. طب سيدنا أبي بلغ هذه الرتبة بأنه سر؟ بأي سر؟ ها؟ عارفين السر فين؟ السر يا رسول الله إني أكثر من الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي. هو الذي سأل النبي هذا السؤال، أجعل لك ربعها؟ قال افعل وإن زدت فهو خير، ثلثها، نصفها، ثلثيها، في كل مرة حضرة النبي اللهم صل عليه يقول له افعل وإن زدت فهو خير. قال أفأجعل لك صلاتي كلها؟ قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. فبكثرة صلاتي على رسول الله اللهم صل عليه أصبح المذكور ذاكرا والذاكر مذكورا، الله أكبر، وأصبح المصلي مصلى عليه، وأصبح إيه؟ الزائر مزورا، وأصبح الضيف مضيفا، واخد بال حضرتك، وأصبح الفرع أصلا. إن الله أمرني أن أمرني أن أقرأ عليك سورة قال وسماني لك يا رسول الله، قال وسماك لي، يعني ذكر اسمك لي. فسيدنا أبي حضرة النبي اللهم صل عليه لما شافه منور كده وربنا فتح عليه، ما هو المحبة بتعمل عمايل وبتسوي الهوايل. قال أقرأكم أبي، موجود هو ده شيخكم في القرآن. فسيدنا عمر قال إيه؟ قال سأجمعهم على أبي وعلى حرف أبي وعلى صوت أبي.
فتاني ليله كده لما سيدنا ابي بيصلي بالمسلمين صلاه التراويح مر عليهم سيدنا عمر فوجد المنظر شيء جميل، لكن ما كانش موجود ايام النبي وما كانش موجود على عهد سيدنا ابو بكر. تبقى دي بدعه ايه؟ بدعه حسنه. فقال نعمه البدعه هذه. مين اللي قال كده؟ سيدنا عمر نفسه. يبقى هذا الفهم الذي نفهمه من كلام رسول الله ليس فهما جديدا ولا غريبا ولا مختلفا، بل هو الفهم الذي استقرت عليه الأمة من عند سيدنا النبي اللهم صل عليه لحد النهاردة. احنا بسطنا هذا الكلام في اللقاء الماضي وشرحناها بالأصول وبالتمثيل وبالنمذجة من السيرة ومن فعل الصحابة ومن فعل الأئمة وكل الأمة. النهاردة مولانا الشيخ زروق بيقول ايه بقى؟ بيقول وقال عليه الصلاة والسلام ستفترق أمتي على 73 فرقة، 72 في النار وواحدة في الجنة، وهي الجماعة يعني السنة، لقوله في الرواية الأخرى ما أنا عليه وأصحابي. طيب ما هي هذه الأمة التي ستفترق إلى 73؟ وهل هي فعلا 73؟ طب وهل من السنة اللي احنا نقعد نعد الفرق ونشوف المطابق للمواصفات ولا لا؟ هل ده سنة أصلا؟ هل ده حصل؟ يعني هل في عالم محترم؟ هل في صحابي من الصحابة؟ هل في واحد مشهود له بالصلاح؟ أم عامل كده في مرة من المرات؟ ما حصلش. يعني احنا دلوقتي احنا في سنة كم هجرية؟ 1444 سنة اللي فاتوا دول، في حد من الأمة انعقدت عليه راية القبول عمل كده؟ ما حصلش. ولو حد عمل كده غلطة، لان ده هو ده اللي بيدعى بقى، اللي انا اقعد ايه انشغل بغيري وانسى نفسي، لان كل يوم في جديد، كل يوم في تيارات جديدة، وانا ما ينفعش اللي انا اقعد كل شوية اقعد اعد واشوف ايه المطابق وايه اللي مش مطابق. انا بتكلم على منهجية وخلاص، على مجموعة قواعد اللي تليق به هذه القواعد يبقى ما أنا عليه وأصحاب، اللي تتناقض معه هذه القواعد يبقى مش معانا ولا تبعنا، ولو عمل مراجعات فكرية يبقى معانا وتبعنا. يبقى رقم واحد مسألة إحصاء الفرق وعدها ليس سنة بل بدعة. مسألة إن أنا أزكي نفسي على غيري فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. بقي لنا أن نفهم هذا الحديث، ما معنى ستفترق أمتي؟ ما هي هذه الأمة؟ قال العلماء هي أمة الدعوة وليست أمة الإجابة. إيه هي أمة الدعوة وإيه هي أمة الإجابة؟ أمة الدعوة يعني الإنس والجن، يعني باختصار كده أمة الدعوة هي الأمة التي أرسل إليها رسول الله عليه الصلاة والسلام. الله قال وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فرسول الله أرسل إلى الناس كافة، إلى الإنس وإلى الجن، دي بنسميها أمة الإيه؟ الدعوة. طب أمة الإجابة هي اللي سمعت الكلام واستجابت. كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو مندرج في أمة الإجابة. طب هذا الحديث يتكلم عن أي أمة؟ يتكلم عن أمة الإيه؟ الدعوة. ستفترق أمتي يبقى إيه؟ أمة الدعوة، أمة الدعوة. ويشهد لذلك عدة أحاديث. حضرة النبي عليه الصلاة والسلام لما طلع على الصحابة في يوم وقال والله إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، قال الراوي فهللنا وكبرنا قلنا الله أكبر ربع أهل الجنة. فسكت رسول الله هنيهة ثم قال والله إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، قال فهللنا وكبرنا. ثم قال رسول الله والله إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، قالوا فهللنا وكبرنا. ثم قال رسول الله والله إني لأرجو أن تكونوا أكثر أهل الجنة. طب أكثر أهل الجنة معناها إيه؟ معناها أن هذه الأمة كما مدحها رسول الله بالكيف مدحها بالكم، مدحها بالإيه؟ بالكم. فلو قعدنا نحتحت في أمة الإجابة لحد ما نطلع أكتر من 90% منها ونقول كلهم في النار، ده احنا كده هنصادم أصلا معمولا به شرع اللي هو إيه؟ لا تجتمع أمتي
على ضلالة، مش ده كلام النبي اللهم صل عليه. فلو طلعنا أمة النبي اللهم صل عليه كلها في النار إلا 7-8%، يبقى ده هل هذا هو مراد رسول الله اللهم صل عليه؟ ما قال بذلك قائل ولم يقل بذلك عاقل أبدا. يبقى الناس دول بيفكروا ازاي؟ ولذلك الشيخ زاروق لما اورد هذا الحديث لم يرد به احصاء الفرق، وانما اراد به بيان المنهجيه الحقه. وبيقول لك ايه؟ بيقول لك مهما تفرق الناس خليك انت متمسك بالايه؟ بمنهج التصوف الحق. ايه منهج التصوف الحق؟ كما قال الجنيد طريقنا هذا مشيد بالكتاب والسنة. كما قال الجنيد لو رأيتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فلا تغتروا به حتى تحاكموه إلى الأمر والنهي. الله، لابد أن تحكم الحقيقة بالشريعة. يعني إيه الحقيقة؟ أنا بحب سيدنا الحسين قوي، دي اسمها إيه؟ حقيقة. والحقيقة يصعب التعبير عنها، بداية من الحقيقة المحمدية والحقائق الوجودية والحقائق الروحانية والحقائق حتى المادية، يصعب الحديث عن كنهها. يعني المحبة دي، ما انت لا تسأل المحب كيف يحب، لأن الحب ليس له قانون وليست له فلسفة يحاكم إليها الحب، لكن هو مش قادر يعبر، دي اسمها ايه؟ حقيقة. لابد وأن تحكمها بالشريعة. واحد خاشع في الصلاة جدا خاشع في الخشوع اسمه ايه؟ حقيقة. لابد وان يحكم بالشريعة. ما هو ما ينفعش من كتر خشوعك في الصلاة انك تبكي وتولول. ما هي الولولة في الصلاة باتفاق الفقهاء مبطلة للصلاة. الولولة لو كانت حرفين، لو كونت منها حرفين بطلت صلاة. فسيد الشيخ زاروق بيقول لك ايه بقى؟ احكموا الحقائق بالشرائع. واحنا اتكلمنا عن الموضوع ده قبل كده واحنا بنشرح كتاب الكنوز، مفاتيح كنوز السماوات والارض، وقلنا لابد ان تكون الشريعة مرجعية لاي حقيقة، واذا ناقضت الحقيقة الشريعة وخرجت عليها كانت زندقة. ولذلك دائما مشايخنا يعلمونا كده، يقول لك قبل ما تتصوف تفقه، قبل ما تتعلم التصوف اتعلم الفقه. والشيخ زروق بدأ كده، سيد ابن عطاء الله السكندري بدأ كده، كل مشايخ التصوف بدأوا من الفقه اللي هو ايه؟ علم الظاهر، ثم علم الباطن. وعلم الباطن محكوم بعلم الظاهر، علم الباطن اللي هو الحقيقة، وعلم الظاهر اللي هو الايه؟ الشريعة. يبقى هنا سيد الشيخ زروق بيقول لك ايه؟ بيقول لك خد بالك، لو الناس كلهم غلط ما ينفعش انت تبقى غلطان، لان الناس بيهربوا من الضيق الى السعة، فما ينفعش يقولك ويلاقوك مريض زيهم. وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي والطبيب مريض. وهنا برضو كلمة تانية خطيرة جدا بتتفهم غلط، يقول لك ايه عن سفيان رضي الله عنه؟ لو أن فقيها في رأس جبل لكان هو الجماعة. تبقى انت في بلد الأزهر، شوف بقى الكلمة لما تتفهم غلط. تبقى انت في بلد الأزهر والعلم والعلماء وآل البيت والعلماء الربانيين حواليك من كل حدب وصوب، وتمشي ورا دماغك وتسيب دار الإفتاء ومشيخة الأزهر وهيئة كبار العلماء والمشايخ والعلماء والأولياء وتمشي ورا دماغك وتقول لي إيه؟ الحق أنت ولو كنت وحدك. لا، ده أنت ده البعيد ضلالي. البعيد إيه؟ ضلالي. لأن حضرة النبي لما اتكلم في الحديث اللي فات قال لك وهي الإيه؟ الجماعة، يعني ما كان عليه مجموع وإن لم يكن عليه الجميع، ما كان عليه مجموع الأمة. طب ما معنى هذا؟ معنى هذا أن في حالة الطوارئ لما تكون في حالة استثنائية إلزم بيتك وليسعك بيتك، أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وبعدين سيد الشيخ زاروق يقول لك إيه؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذا الحديث أصل في التجديد، وأصل في سريان الخير في هذه الأمة إلى يوم الدين، وأصل أن هذه الأمة يستحيل وألف ألف مستحيل أن تجتمع على ضلالة، وأن علماء هذه الأمة كما قال رسول الله هم كأنبياء بني إسرائيل، وإن الأمة على رأس كل مئة سنة الله يرسل لها مجددا هاديا يقوم بوظيفة النبي اللهم صل عليه. وتلاقوا كده السيوطي مؤلف في المجددين وعد نفسه مجدد
مجدد عصره في قصيدة كده احنا بعد كده نقولها يعني. وهكذا نسأل الله سبحانه وتعالى: يا رب اللهم بجاه الحسين وأخيه وجده وبنيه وأمه وأبي، فرج عنا ما نحن فيه. يا رب اجعل يومنا خيرا من أمسنا، واجعل غدنا خيرا من يومنا. يا رب أسمعنا ما يسر نفوسنا، ثبت علينا ديننا وعقولنا، اختم بالصالحات أعمالنا، اصلح بالنا وأحوالنا. يا رب اهدنا سبل السلام، ارزقنا حسن الختام، أبلغ حبيبك وآل بيته منا السلام، حققنا بمعية في اليقظة والمنام، اجمعنا في مثل هذه الأيام في بلدك الحرام وفي روضة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. يا رب لا تفرق جمعنا هذا إلا وقد جبرت خاطرنا وبلغتنا مرادنا وغفرت ذنوبنا وفرجت كروبنا وأصلحت قلوبنا. يا رب لا يتفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور، سعي مشكور، وتجارة لن تبور. يا رب ارحم أمواتنا واغفر لنا ولوالدينا، رب ارحمهم كما ربونا صغار وألحقنا بهم على خير حال. اجبر بخاطرنا الآن، فرج كروبنا الآن، أزح همومنا الآن، أزل غيومنا الآن. يا رب يا رب لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت، ولا هما إلا فرجت، ولا كربا إلا نفست، ولا دينا إلا أديت، ولا مريضا إلا شفيت، ولا ميتا إلا رحمت، ولا شيطانا إلا طردت، ولا عسيرا إلا يسرت، ولا طالبا إلا وفقت، ولا مسافرا إلا سلمت، ولا بعيدا إلا قربت، ولا مظلوما إلا نصرت، ولا ظالما إلا هديت، ولا عدوا إلا هزمت، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح، إلا أعنتنا عليها وقضيتها لنا برحمتك أرحم الراحمين. وسلام على المرسلين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وآله الميامين وأصحابه المكرمين.